لا لا في باذن الله تعالى. عن اظن ان تحدثت عن قضيه شخصيه المتصله. طيب على اي حال هي شخصيه تنقسم الى قسمين، متصله وايه ومنفصله. القضيه المتصله كما قسمنا القضية الحملية مش كده؟ نعم. قسمها إلى إيه؟ حتى هو كاتب أو يعني وتنقسم أيضا. يعني القضية الشرعية تنقسم أيضا، وقلنا أيضا إشارة إلى إيه؟ إلى التمثيل، لأنه كما قسم الحملية من قبل فهو هنا سيقسم إيه؟ الشرعية، وده معنى أيضا. يعني كما انقسمت الحملية سوف تنقسم الشرعية، والشرعية تنقسم إلى شرعية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. هو ما يعني الشيخ في المتن وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. طيب الشرطية المتصلة مثالها إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، سمناها شرطية ليه؟ ليه هو دائما يشرح مدام يجيب لك تسمية يشرح لك أجزاء التسمية. لما سميناها شرطية متصلة؟ سميناها شرطية أولا لأن فيها أداة الشرط اللي هي إيه؟ إن، ماشي، لوجود أداة الشرط. وسميناها متصلة ليه؟ لاتصال الطرفين صدقا ومعية. لسه هنتكلم على إيه صدقا ومعية بعد لحظات. ومثلها يعني مثل الشرطية المتصلة مثلها في ايه؟ في الاتصال. بيقولوا مثلها شرطية منفصلة. هيبقى مثل مين؟ الضمير هنا عائد على مين؟ يا اخواننا البيت مكتوب ها وتنقسم، تنقسم لتكملة البيت السابق. ايضا بلاش نجيب من الاول خالص علشان ايه؟ هنا بيتكلم على وان على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم. مش ده البيت اللي شرحناه المرة اللي فاتت؟ وده وإن على التعليق، وقلنا إيه معنى التعليق؟ الربط. على إيه الربط؟ كويس، الله يفتح عليكم. هنا قال وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها، مثل مين؟ مثل المتصلة في إيه؟ في الاتصال ولا في الربط؟ ينفع في الاتصال؟ لا. ينفعش يا سيد؟ ما ينفعش، لانك انت جايب القسم الثاني المقابل. انت بتقول دي متصله ودي منفصله. فالمنفصله مثل المتصله في ايه؟ في ان في الربط بين الطرفين. لان المتصله فيها ربط ايه؟ بين الطرفين. ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. المنفصله ايضا فيها ربط بين الطرفين. الله، طب ما الفرق بين الربط هنا والربط هنا؟ مع ان المتصله عدوه المنفصله. الربط في الاتصال، الربط في الشرطية المتصلة هو اجتماع الطرفين، اجتماع الطرفين. اما في المنفصلة فالربط بينهما هو ربط عدائي مش ربط صداقات. في المتصلة الاثنين حبايب والاثنين اصدقاء والاثنين حلوين وبيحبوا بعض، ماشي. لكن في المنفصلة في ربط، اللي هي في علاقة بين الطرفين. علاقة ايه؟ علاقة عداء، علاقة تباين، علاقة عناد، علاقة انفصال، ماشي. ما فيش واحد منكم يعترض علي يقول لا اللي هي منفصلة ما تكونش فيها ربط. لا لا طبعا، حتى في بين الناس وبين الاشياء قد يرتبط الشخص بشخص اخر برباط عداوة، مش كده؟ وقد يرتبط برباط صداقة. ما فيش صداقة وما فيش عداوة وما فيش رباط في هذا المعنى، صح؟ فاذا الشرطية المنفصلة طرفيها متعاندين، الربط بين الطرفين لايه؟ بالعناد او بالانفصال. عشان كده بسمي الشرطية المتصلة هي ما كان الربط فيها على سبيل الاتصال، والمنفصلة ما كان الربط فيها على سبيل الانفصال. فكل منهما فيه ربط. عشان كده قال لك والمنفصلة مثل المتصلة في ايه؟ في الربط بين الجزئين. مفهوم ولا الكلام داخل في بعضه؟ واضح يا شيخ سيد؟ ومثلها في الشرح على طول
الراجل قال لك اصحى واصلها في الربط المتقدم. في الربط ايه؟ المتقدم. عايزين ندربكم على يعني على ان تبحر في تراثك شيئا فشيئا هتكتسب يعني مهارة انك انت تعرف ايه المراد. ومثلها في الربط المتقدم، لاني لو واحد مثلا قال لك وتنقسم ايضا الى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة، ممكن تفهم ان المثلية هنا في ايه؟ في الاتصال، لان هو بيمثل واحدة بواحدة، فربما تظن ان وجه الشبه بينهما بمعنى كل منهما شرطية ايضا وجه الشبه هو الاتصال. فقال لا، لا، وجه الشبه هنا الربط بين الجزئين، ده وجه الشبه بين الاثنين. طيب بماذا يفترقان؟ تفترق الشرطية المتصلة ان الربط بين الجزئين على سبيل الاتصال، والمنفصلة ان الربط بين الجزئين فيها على سبيل الانفصال. اظن يعني جلد لا اوضح حتى بالجلد، هي واضحة؟ طيب. ومثلها في الربط المتقدم شرطية منفصلة نحو ايه؟ اما ان يكون العدد زوجا او فرد. تقدر تقول اما ان يكون العدد زوجا وتسكت. اذا هذه القضية لابد ان تربط بين الطرفين زوجا او، يعني طبيعة القضية دي انها تربط بين ايه؟ طرفين، الطرفين اللي هما ايه؟ زوج وفرد. ما العلاقة بين الزوج والفرد؟ علاقة باتصال والعلاقة انفصال. اذا القضية الشرطية المنفصلة هي شرطية الاولى لان فيها اداة الشرط، منفصلة لان الربط بين الجزئين ربط انفصال. اما اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. تقدر تقول اذا كانت الشمس طالعة وبس تسكت؟ لا، اذا هذه القضية قضية تربط بين الطرفين، شرطية تربط بين الطرفين. سميتها شرطية ليه؟ لأن فيها ذات الشرط، متصلة لأن الربط بين الطرفين ربط اتصالي تلازم، كلما كانت الشمس طالعة فلا بد أن يكون النهار الاثنين لازم مع بعض. ماشي؟ أنا اللي عايزك تفهمه عشان ما تقعش في مثال، ولو يعني قدرت أوصل لك اللي عايزه هتستريح القضية جدا. افهم أن في القضية الشرطية هي ربط بين الجزئين. ربط إيه؟ لازم، خلي بالك، في ربط بين الجزئين على اي مستوى من المستويات، على اي مستوى من المستويات. بعد كده لو عرفت ده هتعرف، وعرفت المستويات خلاص عرفت الشرقيه واقسامها، المتصله واقسامها، والمنفصله واقسامها. والحقيقه هي بنلعبك شويه، فخلي بالك معايا. يبقى عرفنا دلوقتي تنقسم القضيه الشرقيه الى شرقيه المتصله اللي هي اما بيان ذات الاتصال، والمنفصله ومثلها شرقيه منفصله. طيب وفي قولنا ومثلها في الربط إشارة إلى أن تسميتها شرطية تجوز باعتبار الربط. هنا برضو الراجل بيقول لك أنا حوافقك فعلا، أني ما نقدرش نقول أني الأمرين المتعاندين تماما، أصلها فيها مشكلة، كيف يكونان متعاندين ويكون بينهما ربط؟ مشكلة. أنت وده يمكن يشوش علينا كلنا ولا لا؟ لا، يعني في عملية الربط المفروض حتى يعني الربط يعني يصل شيئا بشيء، يصل شيئا بشيء. فالربط الاتصال واحد، كان الشمس طالعة أو كان هذا أبا لبكر فبكر ابنه، ده واضح. يعني هنا الربط بين طرفين يتكئ. لكن لما تقول لي إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، الربط مش ممكن أربط بين الزوج والفرد، مش كده؟ عشان كده هو قال لك ايه؟ فيها يعني قال لك والله احنا لما سميناها شرطية، شرطية ومثلها في الربط شرط، سميتها شرطية تجاوز. يعني ايه الشرطية؟ الشرطية اللي هو اللي هو جملة الشرط عادة في اللغة، يعني شخصية عبارة عن ايه؟ ان جاء زيد فاكرمه. طيب فعل الشرطي وجواب الشرط، دايما الشرطيه كده فيها فعل وفيها ايه؟ وفيها جواب. فلما كان يفهم عاده من القضيه الشرطيه
أن جزئيها دائما متصلان أو يتصل أحدهما بالآخر، وهذا لا يتحقق في المنفصل، أن اتصال الطرف الآخر دائما بحيث أنه كلما وجد فيه ألف وجد ماء، هذا غير متحقق في المنفصل. فبيقول لك والله أنا سميتها شرطية. خد بالك، الشرط زي ما تقول بيت قائم على عمودين، دي الجملة الشرطية، قائم على إيه؟ على عمودين، وبين العمودين اتصال. دي مبنى أو فلسفة الجملة الشرطية أو فلسفة الشرط. دائما الشرط بمعنى عام في اللغة أنك أنت تقول إن كان ألف كان باء، هذه الشرط. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يعني النهار موجود مشروط بوجود ظهور الشمس وطلوع الشمس، هذا معنى الشرطية. فهو عايز الأول يقول لك افهم إيه معنى الشرطية. الشرطية هي دائما اللي فيها جزء يتحقق بشرط، يعني وجوده يكون مشروطا بجزء آخر، مش كده؟ هل هذا واضح في المنفصلة؟ مش واضح في المنفصلة، مش واضح. عشان كده بيقول لك احنا بنسميها شرطية تجوزا، لان فلسفة الشرط او زي ما بيقولوا بالانجليزي ميكانيزم الشرط في الجمل الشرطية غير شغال في القضية ايه؟ الشرطية المنفصلة. فعشان كده سميتها شرطية تجوزا، يعني تسامحا، واخد بالك. ومن هذا المنطلق اكيد انت مش معانا في الكلام، صح؟ في ماذا تفكر؟ ما الذي يشغل ذهنك وقلبك يا بني؟ انت ما دام تعبت ولا تريد وركز معنا، انما انت سايب الكتب في البيت وجاي تفكر في همومك عندي هنا، فكر في البيت. القضية المنفصلة كما قلنا سميناها شرطية منفصلة تسامحا وتشبيها لها بالشرطية المتصلة. وعشان كده بيقول ان لأجل هذا عبر صاحب السنة بقوله ومثلها، لأن لما تمثل حاجة بحاجة التانية ما تكونش هي عين الأولى أبدا، صحيح؟ هل يكون مشبه عين المشبه به؟ مش ممكن إذا كان عينا أو إذا كان نفسه، لأن المشبه التشبيه علاقة بين أمرين، علاقة بين أمر، لا يكون التشبيه شيء بنفسه أبدا، إنما يكون التشبيه أمر بأمر. طيب دي فلسفة، كل اللي جاب لنا الكلام ده لما عبر ومثلها، فهو بيقول هنا إيه؟ وفي قولنا ومثلها في الربط إشارة إلى أن تسميتها، تسمية المنفصلة شرطية، تجوز باعتبار الربط الواقع بين طرفيها بالعناد، أو هي حقيقة اصطلاحية، أو يعني زي ما احنا نسمي الفاعل في اللغة أساسا هو يعني كل من فعل الفعل، لكن لو رحنا للنحو الفاعل اسم مرفوع بحقيقة اصطلاحية، يعني ليس حقيقة الفاعل أنه هو الاسم المرفوع في اللغة، مش كده؟ إنما حقيقته اللي ربنا حطها على الناس كلها حينما يسمعونها قبل ورود المحاة. الناس كانت لما تقول فعل يقولوا إيه؟ والذي فعل الفعل، مش كده؟ كلمة سيارة قبل أن تأتي العصر الحديث ماذا كانت تعني سيارة؟ وجاءت سيارة فأرسل والده، مش كده؟ سيارة بمعنى إيه؟ الجمع الأخير الذي يسير بكذا وكذا، يعني اللي بيسموها القافلة،